فصل الشتاء قادم على الأبواب، ما هي وسائل التدفئة التي سوف يستخدمها الشعب في الريف الشمالي المحرر؟ لنتابع هذا الاستطلاع. شو هي أكثر وسائل التدفئة اللي راح يتم استخدامها، وأنت بالذات شو راح تستخدم؟ يعني هلأ أنا هو معروفة شغلنا أكثر شيء بالمازوت وبالحطب بالفحم، وهلا طالعة شغلة الفستة قشر الفستة وقشر الجوز، هاي التدفئة اللي عنا. هلأ أكثر شيء هو الفحم، أرخص شيء هو، من بعدها بيجيك الحطب. أنت هلأ المازوت هلأ كمان كاسر سعر، عم يجيب سعر الحطب يعني وسعر القشر الفستة. هلا معظم الناس يمكن هلا على المازوت وقليب. أنا كنت مركب صوبة قشر فستو، هلا ما في وغلي كتير يعني ضاعف سعره. والله بالجمعة نشغل مرة أو مرتين، ووقت البرد التلج نشغل، وبعدين ما عندنا لا حق فحم ولا حق دف ولا حق مازوت بالأساس، يعني هاي الصراحة. ونروح نلم الولادة خليهم يروحون يلمون بلاستيك من الحاويات لنشغل، هاي بصراحة. يعني هلا بالنسبة للأسعار، يعني وسائل التدفئة إجبار بدها تستخدم الفحم، لأنه اليوم مازوت غالي، واليوم العيلة اللي عنده عيلة وهالبرد الشديد يعني ما بتعرف تستعمل مازوت، بدك إجبار تستخدم الفحم بكونه هو أرخص شيء يعني. بس يعني وسائل التدفئة، الكهرباء كمان غالية، يعني عندنا هون كمان الكهرباء غالية، يعني ما بتعرف تشغل سخانة، إجبار بدك تستخدم الشو الفحم، هذا بالنسبة لهالوضع هلا أرخص شيء. معيشة صعبة، الزنجيل ما بستعمل إلا مازوت، والفقير اللي بيرق بالمخيم الله يعينه ما برقد إلا على الفحم الحراق، على الفحم الستوك، واللي فيه بحالته برقد لك على الفحم والحطب. والزنجيل دايما إمر بتشوفه ما بستعمل إلا مازوت، والفقير ما عاد الله يعينه. والله يا أستاذي، يعني وسائل التدفئة معروفة عند الدنيا كلياتها. بالنسبة لوسائل التدفئة أكيد يعني ترجع حسب القدرات المادية وطبقات المجتمع اللي بهالأيام هاي. في عندك يعني الأمور ماشية، أمور لوز تدفئة مركزية ومكيف يعني بيظبط أموره. الطبقة اللي تحت شوي مازوت يعني كمان هذا مرفه شوي. بعدين تجي الطبقة الثالثة واللي هي نحن يعني. يعني عم يدوروا على الفحم، والفحم بهالايام كمان صاير كذا نوع، و90% منه ما صحي ومضر بالاطفال، والله يكون بعون العالم. يعني فحم الحراقات حاليا يعني النوع الجيد اللي يعني الماشي بين الناس، بدك تحكي بال 120 دولار 130 دولار يعني، وما مو قدره حدا يعني حاليا، يعني الطبقه الوسطى صعب عليها، ما بالك بالفقيره يعني او كذا يعني. والله يكون بعون العباد. مازوت غالي وحطب غالي، كل شيء غالي، ايش بدنا نسوي غيره؟ نحن فقير ما نقدر ناخذ شيء. على الله.